بورسعيدي جاب لهم كاس مصر في 98، يعني راجل مدرب. صلاح سليمان بيستلم ويبدا هجمه للزمالك، قصيره الكره ومخطوفه مس باس خطر اوكلي يا قلت هيجيبوا جول، انا قلت الفرقه دي هتجيب جول في الزمالك، قلت الكلام ده يا جماعه مش ممكن. الراجل اوكلي من خطا قاتل من دفاع الزمالك على طول يحرز اول اهداف اللقاء اوكلي في الدقيقه كام؟ 63. ولسه بقول مفيش من دقيقتين ثلاثه، ده احنا بنلعب في اديس ابابا، ما بنلعبش هنا في القاهره. ادي الحضور الاثيوبي، فرقه ليها كل الاحترام، فرقه من نتائجها لازم كنت اعمل حسابي ابقى واخد بالي وابدا ادي كل خصم حقه يا جماعه. ادي صلاح سليمان والميس باس الكره اللي فاتت، بس هم خلاص قروا اللعبه، هي اللعبه دي من بدايه الماتش الزمالك بيلعبها، خلاص هو الراجل حفظها. فتح الله بعيد ما ضغطش هنا على الراجل على ما جه صلاح وفتح الله اداله المساحه، لازم هنا فتح الله يضم، يعني اهي ادي اتلعبت، نعيد تاني على طول اوكلي خطف. بص فتح الله مش ظاهر في الكادر هنا، ازاي فتح الله يضغط عليه؟ ما يدلوش حريه حركه وراجل اشول وسندها وحطها على يمين عبد الواحد، ايه نموذج حازم امام اهو سدد ورابرت يشيل لسه كوره جون عبد الله سيسيه ومحمد ابراهيم، اهي تبديله على طول من البودله، يتعادل نادي الزمالك بهدف لعبد الله سيسيه في الدقيقه 82. زي ما كابتن طه بصري كان بيقول في ملعب الاهلي لازم عبد الله سيسيه ينزل من بدري، صح؟ العب باثنين فراوده اضغط على دفاعاته. ادي محمد ابراهيم هنا استلامها على طول وسيسيه قطع كويس قوي وحطها. هاي التعديل 1-1. ادي الكره بتتعاد مره واثنين وثلاثه، محمد ابراهيم من على الخط على طول شالها الراجل. وعبد الله سيسيه ضعها داخل الشباك. لسه الكره بتتعاد مره واثنين وثلاثه، وادي سيسيه ومحمد ابراهيم اهو بص بيقول له اهدى اهو، صح كده يا سيسيه بيتكلم صح قوي الراجل ده. تبديل بشوف